نبدأها من جريدة المصري اليوم. الصحة تقرر تكثيف إجراءات الحجر بجميع المنافذ لرصد كورونا. قال دكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أن الوزارة قررت تكثيف إجراءات الحجر الصحي على جميع المنافذ البرية والجوية لرصد وتتبع أي حالات إصابة بفيروس كورونا، مطالبا المواطنين بعدم الهلع أو الخوف من الفيروس واتباع الإجراءات الوقائية.